مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بكم دكتور أيمن. بداية، أصدرتم في قسم حقوق الإنسان التقرير السنوي عن الحالة الحقوقية في العراق لعام 2019. كيف بدت الحالة الحقوقية في العراق لعام 2019 عنه عن العام الذي سبقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حالة حقوق الإنسان في العراق خلال العام 2019 انتهاكات جسيمة جرت في العراق وتصاعدت بشكل صارخ خلال الربع الأخير من العام الماضي، باعتبار أنها مع تجدد التظاهر السلمي المناهض للحكومة وما جرى على أيدي القوات الحكومية والميليشيات من جرائم وحشية، شكلت حقيقة حلقة جديدة من حلقات القمع الحكومي الوحشي للتظاهر السلمي في العراق. لدينا مئات القتلى، لدينا آلاف المعتقلين، آلاف المصابين والجرحى، لدينا مئات المختطفين والذين تم اغتيالهم، لدينا أيضا إضافة إلى ذلك المختفين قسرا في العراق. اليوم أعداد هائلة تزايدت بشكل ملحوظ مع أحداث التظاهر السلمي الجاري في العراق. دكتور، هل يمكن حصر التدهور الكبير في الحالة الحقوقية في عام 2019 في العراق وتوجيه المسؤولية إلى جهة واحدة أو طرف واحد، أم أن المسؤولية تعم كل من يشارك في هذه العملية السياسية؟ قطعا المسؤولية هم المشاركون في العملية السياسية الحالية، أطراف متضامنة متكافلة يضمنوا يعني يكفل بعضهم بعضا. المسؤولية هنا تتوزع على الجميع، لكنها يعني تتركز في رئاسة الحكومة وفي القيادات الأمنية، هذه بشكل مباشر. ومن أطلق النار على المتظاهرين ومن قتل المجموعات المجاميع المسلحة التي قامت باغتيال الناشطين المدنيين والداعمين الميدانيين، فهذه كلها حقيقة من الناحية الجنائية هم جميعا مشتركون في هذه الجرائم الوحشية التي طالت أبناء الشعب العراقي وما زالت تطالهم حقيقة منذ 2003 وحتى اليوم. التقرير الذي أخرجتموه أكد على أن القمع، قمع التظاهرات، زاد من تدهور الحالة الحقوقية. وهنا دائما ما نطرح سؤالا دكتور أيمن، ألم ينص دستور الحكومة الحالية على حرية التعبير والحق في التظاهر؟ يعني ما السند القانوني الذي تستند عليه القوات الحكومية في عمليات قمعها الذي تقوم أو التي تقوم بها؟ أخي الكريم، لا سند قانوني لقمع التظاهر السلمي. التظاهر السلمي مكفول وفق القانون المحلي والدستور المحلي ووفق القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية. لا أحد يمكنه أن يعني ينفي هذا الحق أو يحرم الشعب من هذا الحق. التظاهر السلمي مكفول وفق الدستور، لكن المشكلة هذا يعني خرق من خروقات كثيرة تجري على أيدي الحكومة وقواتها والميليشيات المرافقة الموالية لها. يعني هذا حقيقة يعني اعتدنا عليه في العراق منذ 2003 وحتى اليوم، خروقات كبيرة للدستور تجري على أيدي من هم من المفترض أنهم يقومون بإنفاذ القوانين و حماية المواطنين، لكن العكس هو الذي يحصل مع الأسف الشديد. خرق الدستور والقوانين المعمول بها، يعني هذا الموضوع ألا يضع الحكومة وقواتها الأمنية والميليشيات التابعة لها في دائرة المسؤولية الدولية بقمعها التظاهرات والتي خلفت هذا العدد الكبير من الشهداء باعتراف الحكومة نفسها؟ أخي الكريم، نحن في قسم حقوق الإنسان لدينا حقيقة جهود كبيرة بالنسبة للتعامل مع الآليات الأممية والدولية في توثيق
الحالات والانتهاكات والجرائم وباختلافها طبعا، باختلاف أصنافها وتصنيفها. وهذه يعني التوثيق هو الخطوة الأولى للحفاظ على حقوق الضحية، الحفاظ على يعني حقوق من بعد يعني ذوي الضحية، وهي الخطوة الأولى كذلك لجلب المرتكبين إلى القضاء. القضاء المحلي عاجز أو متيس أو غير يعني تشوبه عيوب كبرى، لكن القضاء الدولي موجود. هذا القضاء يحتاج إلى توثيق وإلى إثبات وإلى إجراءات يعني حقوقية مهنية كي تتم مسألة المساءلة في المستقبل. سؤالي الأخير لكم دكتور أيمن العاني، الاتهامات التي توجه إلى المتظاهرين من ضمنها أنهم يقومون بعملية قطع الطرق، وهذا بالنسبة للمتهم تعتبر من وجهة نظره هي خرقا للدستور وعمليات يعني تخريب كما وصفها عادل عبد المهدي، كيف تردون أو ما تعليقكم على هذه الاتهامات التي تقول بأن عمليات قطع الطرق هي خرق للدستور؟ أخي الكريم، هو التظاهر السلمي أصلا مكفول وفق الدستور، والتظاهر السلمي يعني بداية يجري في مناطق عامة، في ساحات عامة، في طرق عامة، وإلا كيف التظاهر؟ أين التظاهر يكون؟ لكن هنا يعني المشكلة في الحكومة تحاول يعني إيجاد الذرائع لقمع المتظاهرين، وإلا هذا يعني حتى يعني متوافق عليه ضمنيا في الدستور المحلي وفي القوانين الدولية، أنه قطع الطرق من ضمن التظاهر السلمي. قطع الطرق لأنه هذا فيه رسالة للحكومة، رسالة للجهات المعنية أنه هنالك احتجاجات، هنالك مواقف من قبل الشعب يريدون أن يستمع إليها الآخرون. الدكتور أيمن العاني مسؤول أو نائب مسؤول القسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.